عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس. بداية، كيف تقيمون عمل المحكمة الاتحادية في موضوع الشكاوى ضد العملية الانتخابية ونتائجها؟ وهل تعتقد أن هناك تأجيل ثالث لحسم هذا الملف؟ ولماذا يا ترى؟ تفضل الكلام لك. أهلا بسم بك. الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابك ولكل المشاهدين ولكادر القناة الكرماء. طبعا يعني تقييمنا لعمل المحكمة الاتحادية هو يأتي في ضوء مواقف هذه المحكمة من الطعون ومن المشكلة الموجودة حاليا بالنسبة إلى شفافية الانتخابات والطعن بنزاهتها. نعتقد أن المحكمة الاتحادية ليست حازمة وليست يعني، أو لنقل بعبارة أخرى، أنها تفتقر إلى الحزم والقرار الجاد والسريع في معالجة هذا الموضوع، وهذا ربما فيه تفصيل يجب أن تجيب عليه المحكمة الاتحادية. ولكن من وجهة نظرنا نعتقد أنها كمحكمة عليا في البلاد يعني تهتم بالنظر بقضايا مهمة وحساسة، هي لم تقم بما يجب أن تقوم به للخروج من هذه الأزمة. الطعون التي قدمت إليها طعون حقيقية وجدية، وهي لم تبدي رأيا فيها إلى الآن، وهناك طبعا معلومات لدينا أنها أجرت اتصالات مع كتل سياسية وخاطبت كتل سياسية في محاولة للوصول إلى حلحلة لهذا الموضوع، في حين أن القضاء يجب أن يحكم بما يعتقده صح، بما يعتقده صواب، وليس بما يعتقد أنه ينسجم مع رأي هذه الكتلة السياسية أو تلك الكتلة السياسية. إذا كانت الطعون، هناك مصادر داخل الإطار التنسيقي تؤكد المضي بقوة في الإطار القانوني لمعالجة أزمة نتائج الانتخابات وإصراره على حماية نفوذه وقوته في المؤسسة التشريعية دون الرغبة في المشاركة بالحكومة المقبلة. كيف تعلق على ذلك؟ طبعا هناك عدة آراء داخل الإطار التنسيقي، ومن ضمن هذه الآراء الرأي الذي تفضلت به جنابك. وطبعا الآراء بعضها يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ونحن نعتقد أن الأمور لن تكون هينة ولن تكون سهلة في حال أنه رفضت الطعون التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية، لأن الجهات التي قدمتها تعتقد أن هذه الطعون جدية وحقيقية ويجب النظر إليها بحزم وبمسؤولية، وهذه الجهات تعتقد أنه من الغبن في حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات على ما هي فيه وعليه من ما يقال من فساد، فبالتالي هذا غبن وظلم لهذه الجهات، وهي تعتقد أنها ستذهب إلى أبعد من الطعن القانوني. هذا ما نعتقده. ولكن تفضل. عفوا، أعذر المقاطعة، ولكن الجميع يؤكد انتظار المصادقة على النتائج الانتخابية لتكون الحوارات جدية وتوصل إلى اتفاقات مهمة. برأيك، هل الحوارات الجارية لم تصل إلى تفاهمات واتفاقيات مهمة على مستوى الاستحقاقات لما بعد الانتخابات؟ بالتأكيد طبعا هذه الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة والتحالفات هي طبعا خطوة لاحقة للمصادقة على نتائج الانتخابات. فإذا كانت هناك جهات تعتقد أن نتائج الانتخابات مزورة وأنها غير حقيقية وأن ما موجود هو يعني لا يعكس بالضرورة الواقع الذي كان عليه الوضع، يعني الانتخابات وأصوات الناخبين وغيرها، فبالتالي أي ذهاب باتجاه الحوارات الآن هو ربما غير مثمر ولن يفضي إلى نتيجة، لأن الكتل السياسية بعضها يعتقد أن مقاعده يجب أن تزيد أكثر من خلال الطعون التي قدمها، وبعض الكتل تعتقد أنه يجب إلغاء الانتخابات وإعادتها، لذلك هي لا يمكن أن تذهب بشكل جاد إلى حوارات مع كتل أخرى. والنقطة الأهم في هذا الموضوع إذا سمحت لي بنصف دقيقة، أن الموقف الشيعي برمته يعتقد أنه أصبح سياسيا أشبه بأقلية سياسية في البلاد، في حين أنه يمثل الأغلبية بسبب الانقسام الحاصل بين سائرون وبين الإطار التنسيقي، ويعتقد الإطار التنسيقي أن المسؤولية هنا تقع على سائرون لأنها ماضية دون أن تحاول الانفتاح على الأطراف الشيعية الأخرى المعنية بمنصب رئاسة الوزراء للملمة الوضع والخروج من هذا المأزق. وهذه مشكلة، لأن التيار الصدري يعتقد أن بمفرده يجب أن يذهب للتفاوض مع الآخرين، وهذا طبعا انغلاق سياسي. هناك كلام عن خلافات داخل الإطار التنسيقي، هل تؤكدون ذلك؟ ومتى سيتحول الإطار التنسيقي إلى تحالف رسمي؟
طبعا يعني لا نقول خلافات، نقول وجهات نظر، ووجهات النظر في العمل السياسي هي مسألة طبيعية موجودة في كل الكتل السياسية وفي كل المكونات العراقية. هناك وجهات نظر، وجهات النظر تختلف، لكننا لن نفترق، بالنتيجة يمكن أن نصل إلى يعني أرضية مشتركة، وبانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات ل يعني تطوير الإطار التنسيقي. وأؤكد لك أن الإطار ذاهب باتجاه يعني إطار سياسي، تحالف سياسي يجمع الكتل المنضوية تحته. نعم، أخيرا، هل تعتقد أن الحكومة المقبلة هي توافقية فعلا، ولماذا لا تكون بأغلبية وطنية كما يريدها التيار الصدري؟ الوضع السياسي في البلاد هو منذ 2003 بني على أساس التوافقية، والتوافقية يعني هي مطلب الجميع في كل السنوات الماضية وفي كل الدورات الانتخابية الماضية، إلا في هذه المرحلة هناك من يقول يجب علينا أن نذهب إلى حكومة أغلبية، لكن حكومة الأغلبية التي يدعو إليها البعض هي في الحقيقة حكومة إقصائية، يعني حكومة استعداء وخصومات، هذا الطرف أريده معي ليأتي معي إلى الحكومة، والطرف الآخر لا أريده فليذهب إلى المعارضة، في حين أن من يختار المعارضة أو من يختار المشاركة في الحكومة هو الطرف المعني نفسه، الكتلة السياسية نفسها، وليست يعني هذا الأمر لا يفرض عليها من جهة سياسية أخرى لأنها تعتقد أن لديها عدد من المقاعد. لهذا الحكومة التوافقية هي الأقرب الآن إلى المشهد السياسي الحالي. عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، شكرا لك.